اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الحليوه بريستيج، نتمنى تعجبكم. مقادير بسيطه، ودوزوا معنا نشوفوا المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم واحد الحلوة بخيستيج. ندوزوا المقادير. عندنا هنا 200 غرام ديال البسكوي هذا الشكل، ما غنطحنوش بزاف، خليه شوية باين. وعندنا 200 غرام ديال الكاوكاو محمر ومنقي، وعندي 4 المعالق معامرين ديال الحليب المجفف، وعندي 4 المعالق ديال الكوك، وغنجمعوهم بالحليب المحلى هذا نيسلي باش غنجمعو هاد المقادير. نخليكم دابا غادي نمشي نحمر هاد نيدو مع الكوك، نحمرهم على نار مهيله، تحمروا شويه ونطحن البسكوي ونطحن كاوكاو ونرجع معكم ان شاء الله. انا رجعت معكم بعد ما حمرت الكوكو نيدو تيولوا على هذا الشكل. تولي فيهم واحد الطيبه غزاله، وكاوكاو طحنته خليته هكا شويه مفرشش، ما طحنتوش ما نيلتوش مزيان. والبسكوي ها هو تا هو خليت فيه شي طريفات، دابا نخلطو كلشي. نخلطوهم بهاد الحليب المركز، بسم الله، نخلطو غير بشويه بشويه باش ما يجيناش خفيف وما نلقاوش ما نزيدو فيه. انا خلطته بنيستلي، اللي بغى يخلطو بكراميل حتى هو كيجي لذيذ، اللي بغى يخلطو بالشوكولا بيضاء ولا شوكولا سوداء. المهم انا كندير درت هاد نيستلي، نتوما عندكم اختيار باش ما بغيتو تخلطو خلطو. اللي بغى يدير في بلاصه كاوكاو اللوز، انا كنقلب لكم على حليوات تيجيو في متناول الجميع. اللي بغى يعوض كاوكاو باللوز يعوضو. مازال خصنا نزيدو. انا غنعطيكم حتى العبار حتى بالكاس العنبه، نسيت حيت ملي طحنت داكشي عبرتو بالكاس العنبه باش نعطيكم العبار اكزاكت. بسكوي جاوني جوج كيسانت العنبه، وكاوكاو جوج كيسانت العنبه عامرين. صافي انا غنبقى حتى نخلط هاد الخليط، نعاود نرجع ليكم ان شاء الله. انا عاودت رجعت معاكم بعد ما جمعت العجين ديالي. انا حق ديال نيسلي جاني قد قد مع هاد الخليط، دابا دوبت الشكلاط، دوبت الشكلاط اسود. غنديرو في لي مول. انا غنستعمل هاد المول ديال السيليكون هذا، يكون على هاد الشكل.
وغنستعمل حتى هذا ديال الورده. حتى هذا غنستعملو، غندير جوج شكالات، ندير هكا وهكا. ضروري ديروا المول ديالكم فشي بلاطو باش ملي كديروا الشوكولاتو كتبغيو تزدحوه، ما يمكنش هذا رهيف، ما يمكنش يتهز ويتزدح لكم باش يشد الشوكولاته الفورما ديال المول. بسم الله. دير هكا باش يبان لكم مزيان. الشوكولاته كنديروا قيمه شي معلقه ديال الشوكولاته من التحت، عاد غنزيدو عليه حتى تيبس شويه، عاد نزيدو على الخليط ديال البسكوي والكاوكاو. انا هاد الشوكولاته درت مزيج من الشوكولا غيش والشوكولا دابا نقول لكم سميتها اللي خدمت بها. الشوكولا ما عبرتهاش، هاد الشوكولا اللي ذوبت نتوما عينكم ميزانكم، غتكون شي 200 غرام هنا ولا 250 غرام. بعد ما غنكملوا هاد المول تاع السيليكون، غندخلو الثلاجة يجمد شويه، واخا كاين البرد ما غيجمدليش في الساع. انا كملته نشوف مازال بالي، نزيد شويه شويه غير اللي ناقصين. صافي من بقات ندخلوا الثلاجه، غير الثلاجه عاديه يبدا يكرم شويه ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. انا عاودت رجعت معكم بعد ما يبس لينا الشوكولات شويه. انا كورت هادو باش يجيوني ساهلين، ودقتهم داك الكوكو ونيدو عطاهم واحد المذاق رائع. باش ما نطولش عليكم بحال هاد الحلويات، ملي كتكون ما فيها لا فران لا طحين لا زيت لا بيض، غير حلويات بارده هكا ولا حلويات بريستيج، كتجي سهله. كتصاوبي فيها وانتي كتقديها بحب. ما فيهاش عناء، بالعكس فيها متعه، هنا كتجيني متعه. نوض نصاوب حليوات بحال هكا يكونوا ساهلين. ك
كياخذوش حتى الوقت بزاف. هانتوما شفتوا في الساعه غير كتطحن الخليط وكت نزيدو هذه شويه حاويه قادينا شي ربعه هادي من بعد ما تساليو هاد لاباط من تساليوها كلها نديروها في الثلاجه وخليوها حتى تجمد مزيان ولا في كونجيلاتور خليوها ساعه ولا جوج سوايع حتى تقبط مزيان عاد يمكن لكم تحيدوها مع الشكلاط نيت هانتوما بعد ما سالينا هادي غندخلها تبرد وناخدو الشكل الاخر ديال الورده حتى هو نكورو مع الناس اللي كتبقى تلصق ولكن معليش خليت فيها شويه تاع الطريفات تاع البسكوي باينين كيجيو كروكون كيجيو زوينين دابا نوريكم حتى الطريقه الا بغيتو تدخلوا المجمد ويبقاو مزيانين جبدوهم كتلقاوهم بحال يلاه درتوهم غير دابا انا باش ما نطولش عليكم خلي غير هذا الصف نخليكم ونكمل انا هذا المول اللي بقى ليا وندخلو للثلاجه بعد ما تجمد الحلوه نعاودو نتلاقاو ان شاء الله الحلوه ديالنا بعد ما انا ما خليتهاش بزاف في الكونجيلاتور خليتها شي 20 دقيقه هكا هي غتحيد بسهوله كتجي غزاله ومفينيه قليل غير واحد شويه حتى نخوي المول ونعاود نديرو فيه ان شاء الله عطيك الشو كيتحيد بسهوله خصها غير تجمد
داكشي اللي بقى لي في الشوكولات اللي بقى لي. نكمل بيه ديك العجين اللي بقى ليا. انا كنحيا حين جابده هاد السيليكون من الفريغو، غير كنحط فيه الشكلاط كيجمد. نشوف قال هادو ما قال الحبات اللي على حسب العجين اللي باقا تما. دابا غندوزو للتزيين ان شاء الله. انا عندي كراميل هنا باقي لنا واحد الكميه باقا في الثلاجه حتى نكمل هادشي ونجبدها ونزينها حتى هي. غنزين الكراميل وهاد الحبيبات ديال الشكلاط. حاولوا اللي غادي يزوق بكراميل ما تكثروش، حيت انا حيت فايته طرات ليا ملي كنغيو نجمعوا الحلوه الكراميل كيلصق في البلاستيك اللي كيتكون محطوط فوق منه. دونك الطريقه انا قلت لكم تنسالوا نوريكم الطريقه. الطريقه هي الا بغيتوا تكونجليو هذه الحلوه ملي كتكملوها من الكراميل كتهزوها هكا بالبلاطو ديالها وديروها في الكونجيلاتور حتى يكرم الكراميل كله حتى يلصق. عاد تديروا تفريشه ديال الحلوه وتفريشه ديال البلاستيك فوق منها وتفريشه الحلوه، هكا كيكون الكراميل ديجا لصق مزيان ما يمكنليش يلصق في الميكا. هذه هي الطريقه باش تتفاداو الكراميل يلصق لكم في البلاستيك. صدقوني هاد الحلوه كتجي لذيذة بزاف، عاد خصكم تجربوها. انا حين درتها ودابا عاد جا الوقت شاركتها معكم. المهم غير هادو باش ما هادو اللي درت فيهم الكراميل ندير لهم هاد نوريكم كي كيجيو لهاد الشكل كيجيو غزالين. حجيرات داك الشوكولا بالقهوي و بحال برونز والبيض كيجيو غزالين في الديكور. كل واحد باش بغى يزين. انا حيت هادشي اللي موجود عندي هو اللي درت. الكراميل سخنوه قبل ما تزينوا به باش ما يعذبكمش. انتم على دابا مسخناه في الساعه كي غير نحطو تاي كيسيح الحلوه كلها. حتى هاد المدورين حتى هما ديروا لهم نفس التزيين. ما غايشوف هاد الحجيرات زوينين. صافي المهم كنقلبو حنا غير على الساهله. هادي راه كلشي غيقدر هاد الحليوات هكا بلا فران كلشي كيزام عليهم يديرهم. ان
خليتهم حتى مدورين، جاو زوينين، جاو حلوين. انا نوريكم شي وحده مدورين حتى هي. ما نهضر لا جو زالين. المهم انا ما غنطولش عليكم بزاف، نبقى تنكمل هذه الكميه اللي عندي، والكميه اللي باقا في الكونجيلاتور غير شويه ما بقاتش بزاف. ونقول لكم بالضبط شحال من حبه خرج لي داك العبار اللي عطيتكم. نتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي. الحلوه اللي وجدت معكم اليوم كتجي على هذا الشكل. جات غزاله وحتى اللذه بنينه. انا نجرب شي وحده قدامكم باش تشوفوا كي دايره من الداخل. جديدة بزاف عاد، نتمنى تعجبكم وجربوها حتى نتوما. ودابا وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى تكون عجبتكم، وما تنساونيش من لايك واشتراك، وشاركوا هاد الحليوة مع الأصدقاء ديالكم والأحباب. وإلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. كانت معكم جاد فاطمة.